كتلميذ باك، ايام العادية والايام الاولى متاع حاجة صحي ما يفرقوش برشا، اما وقتش حسيت الفرق وقت وفيت لي اخر سيري ما نلقى ما نخدم. نلقى روحي مجبور ان نخدم على بي سي، ومجبور اكثر على مقاومة مجموعة الاغراءات اللي موجودة في الكرون في وقت واحد، الشيء اللي كان في يوم من الايام ميسيون امبوسيبل. مرور الوقت والحسرة استرس تكبر، وما هذا نسمى بخبر تنحيت لباكسبور وقتها كيما يقولوا تعزيني نقبل عزاء. نخرج نغزر للشارع نراه كيما هناك، اما على الاقل فما جانا مشرق في الحكاية. ايام الحاجة الصحي علمتني الصبر وبرشا صبر. على الانترنت يا عليك ربي اخت جا ربي اخت. يا عليك